بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعناوين. الأمم المتحدة تعلن تأسيس صندوق خاص لتوفير السيولة المباشرة المطلوبة لأفغانستان عبر أموال المانحين المجمدة. رحلات الطيران المباشرة بين العراق والسعودية تستأنف من جديد بعد توقفها لعامين بسبب إجراءات كورونا. رفاة ديناصور تعود إلى 66 مليون عام تباع بمزاد بسبعة ملايين ونصف المليون دولار. أهلا بكم. قررت الأمم المتحدة تأسيس صندوق خاص لتوفير السيولة المباشرة المطلوبة لأفغانستان عبر أموال المانحين المجمدة منذ تولي طالبان السلطة في آب أغسطس الماضي. وذكر بيان للأمم المتحدة أنه في ظل انهيار الاقتصاد المحلي فإن الهدف هو ضخ السيولة للأسر الأفغانية لتمكينها من مواجهة فصل الشتاء القارس. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع انكماش الاقتصاد الأفغاني بنحو 30%، ما ينذر بموجة هجرة ولجوء تؤثر على الدول المجاورة وأوروبا. استؤنفت الرحلات الجوية بين العراق والسعودية وفق ما قالته وزارة النقل العراقية، واستئناف الرحلات المباشرة يأتي بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا والإجراءات الصحية. ويسعى المسؤولون في كلا البلدين إلى تهيئة أفضل الظروف لتسهيل نقل المعتمرين العراقيين والحجاج وفق التعليمات المنصوص عليها في البلدين. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية إصابة ما يقارب 40 متظاهرا أثناء تفريق قوات الأمن الاحتجاجات التي جرت في مختلف أنحاء البلاد باستخدامها القوة والرصاص والغاز المسيل للدموع. اللجنة قالت في بيان إن استخدام القوة أدى إلى إصابة 37 شخصا بينهم 4 بالرصاص الحي، فيما شملت الحالات الأخرى إصابات بكسور وبعبوات الغاز المسيل للدموع واختناق نتيجة الغاز. في قطاع غزة حظر صيد طيور السمان المهددة بالانقراض للحفاظ على التوازن البيئي. أحمد غانم والتفاصيل. شباك بلا صيادين على شاطئ البحر للمرة الأولى منذ سنوات بعد قرار سلطة جودة البيئة في غزة حظر اصطياد طيور السمان المهاجرة من أوروبا إلى سواحل آسيا، فالصيد الجائر لهذه الطيور جعلها ضمن قائمة الطيور المهددة بالانقراض، وهو ما دفع الجهات المتخصصة للتحذير من آثار صيدها السلبية على التنوع الحيوي والإخلال بالنظام البيئي لكونها تتغذى على الحشرات الضارة. هذا طائر مهاجر، وفي السنوات الأخيرة تناقصت أعداده التي تأتي إلى سواحل فلسطين. اصطياد هذا الطائر بشكل عام يحدث خلل في التوازن البيئي اللي ربنا أوجده في الطبيعة، وأي خلل في هذا التوازن البيئي يتسبب في مشاكل بيئية عديدة سواء للإنسان أو للبيئة بشكل عام. صيد طيور السمان المهاجرة مثل طوال سنوات مصدر دخل لكثير من الهواة في غزة، ما أدى إلى تناقص أعدادها عاما بعد آخر، أمر دفع هذا الشاب إلى البحث عن سبيل للحفاظ على سلالة طائر السمان عبر إنشاء مزرعة خاصة لتفريخه في مبادرة شخصية يأمل أن تسهم في الحفاظ على البيئة. في السنين الماضية اللي هو الفر بقى يجي بكميات ضخمة هائلة، الآن الفر شح كل سنة عن سنة بتقل الكمية، حفاظا على هالسلالة وفرنا له احنا البيئة، عملنا اللي هو بياض، عملنا فقسات، استحسننا السلالات، استوردنا بيض. ويعد طائر السمان أوروبي المنشأ من الدجاجيات صغيرة الحجم التي تهجر موطنها في فصل الخريف وتعود إليه مع انتهاء الشتاء كي تبدأ موسم التزاوج، ويشكل صيدها الجائر قبل عودتها إلى موطنها الأصلي فضلا عن غياب الموائل الطبيعية بحسب خبراء البيئة عاملا أساسيا في انقراضها. قرار منع صيد الطيور المهاجرة وإن كان متأخرا إلا أنه يعد إنجازا مهما بحسب خبراء البيئة في ظل تردي الواقع البيئي في غزة بفعل حصار وعدوان الاحتلال. أحمد غانم، غزة، الميادين. انخفضت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق وسجلت 9.47 ليرة مقابل الدولار صباح اليوم، ويأتي ذلك بعد قرار مفاجئ للبنك المركزي بخفض سعر الفائدة من 18% إلى 16%،
هبوط قيمة الليرة ترافق مع توتر سياسي، عفوا توتر دبلوماسي بين تركيا وبعض السفراء الغربيين على خلفية قضية عثمان كافالا رجل الأعمال والناشط التركي المسجون منذ 4 سنوات. من ناحية أخرى، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تسعى إلى رفع قيمة استثماراتها في القارة الأفريقية إلى 75 مليار دولار سنوياً. أردوغان الذي أنهى جولته على دول القارة الأفريقية لفت إلى أن حجم التجارة بين تركيا وأفريقيا ارتفع إلى 25 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وأعرب عن ثقته في أن الروابط الصادقة التي تجمع الطرفين ستزداد قوة في الفترة المقبلة. تواصل منظمة الصحة العالمية حملتها ضد سوء توزيع اللقاحات المضادة لكورونا، ولا سيما في عدم وصولها بشكل آمن وكاف إلى الدول الفقيرة والنامية. ولهذه الغاية نشرت المنظمة فيديو على موقع يوتيوب يهدف إلى التنبيه من أن عدم وصول اللقاح للجميع يعني بقاء الجائحة وتردي الأوضاع الاجتماعية والصحية والاقتصادية لدى كثير من البشر. تتارستان هي واحدة من أكثر المناطق تطوراً صناعياً في روسيا، وتشتهر بصناعات النفط وصناعات السيارات الخفيفة والثقيلة وحتى المروحيات. تقرير يارا حسن. بفضل النفط الذي يعتبر أهم ثروة في تتارستان، تمكنت الجمهورية من بناء قاعدة صناعية متطورة جعلتها من أكثر المناطق تطوراً وتقدماً في روسيا. تات نفط هي الرقم الأول هنا، فهي أكبر شركة في تتارستان لصناعات النفط وتعتبر المحرك الاقتصادي الأول فيها. وتملك تتارستان إنجازات في مجال النقل أيضاً، وخصوصاً في صناعة الشاحنات الثقيلة الشهيرة كاماز. كاماز أكبر شركة سيارات في روسيا وواحدة من 20 شركة عالمية رائدة، كما حققت شاحناتها رقماً قياسياً بالفوز في سباق رالي دكار 13 مرة. أما مروحيات مي الشهيرة فتخرج إلى جيوش العالم من العاصمة التترية أيضاً. مصنع قازان للمروحيات هو أكبر مصنع لتصنيع طائرات الهليكوبتر، وهو المصنع المعتمد لإنتاج وإصلاح مروحيات M17 وM18. تترستان أيضاً أبدعت في تصنيع سيارات للنخب، فمن لم يسمع عن سيارة الرئيس الروسي بوتين أو روسينات؟ أوروس هي أول سيارة فائقة الفخامة من روسيا، ورغم أنها منتج محلي فإنها نافست روز رويس وبنتلي. وبالنسبة لتترستان فقد خلق مصنع أوروس فيها فرص عمل جديدة للسكان. على الرغم من أن مصنع أوروس يعمل في نوبة واحدة ب87 عاملا فقط، إلا أن قدرته الإنتاجية تصل إلى 5000 سيارة سنويا، والطلب على منتجاته في زيادة. يارا حسن، قازان، الميادين. توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفاض أسعار البنزين عالميا في العام المقبل، وقال إن أي انخفاض جديد في الأسعار يتوقف على عوامل عديدة بينها الإجراءات التي تتخذها السعودية. وكان جهاز مكافحة الاحتكار الأمريكي قد مدد الموافقات لما لا يقل عن 5 عمليات اندماج في قطاع النفط والغاز، مع تدقيق إدارة بايدن في الصفقات للتصدي لأي ارتفاع محتمل في أسعار الطاقة. تزداد وتيرة استيراد أوروبا للغاز الطبيعي المسال مع اقتراب حلول فصل الشتاء، ما يثير المخاوف من ارتفاع جديد في الأسعار. وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن برودة الطقس في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أدت إلى زيادة الطلب على الطاقة، ما زاد من نشاط المشترين في السوق الفورية لسد النقص في الإمدادات، وأدى إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية. ارتفع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية مع ضعف الدولار وتراجع النفط. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1790 دولارا للأونصة، فيما يتجه مؤشر الدولار نزولا للأسبوع الثاني، ويتجه خام برنت لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت 6 أسابيع.
تفوقت مبيعات السيارات الهجينة على مبيعات المركبات العاملة بالديزل في السوق الأوروبية بحسب بيانات الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات، وتحتل السيارات الهجينة غير القابلة لإعادة الشحن المرتبة الثانية بحصة سوقية تبلغ 21%، حيث زادت مبيعاتها بنسبة 70% بين تموز يوليو وأيلول سبتمبر. بيعت رفات الديناصور جون الكبير في مزاد في باريس بأكثر من 7.5 مليون دولار بعدما اشتراه جامع مقتنيات أمريكي. جون من فصيلة الديناصورات ثلاثية القرون، وهو أكبر ديناصور اكتشفه علماء الحفريات على الإطلاق، وكان يعيش في الأرض قبل أكثر من 66 مليون سنة في ولاية ساوث داكوتا. كشفت صحيفة إندبندنت البريطانية نقلا عن وثائق مسربة أن أستراليا والصين والسعودية والهند قدمت طلبات إلى لجنة علماء لحثهم على إزالة العبارات التي تدعو إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري. الجدير بالذكر أن البلدان في جميع أنحاء العالم، ولا سيما تلك التي لديها أكبر بصمة كربونية، مطالبة من قبل الأمم المتحدة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. ويشير تسريب الوثائق إلى أن الدول والكيانات الأكثر إنتاجا للتلوث تحاول من وراء الكواليس تقليل نطاق الأهداف المناخية المستقبلية. بهذا الخبر نختم النشرة الاقتصادية. للمزيد زوروا موقعنا الميادين.net بلغاته العربية والإسبانية والإنجليزية. شكرا وإلى اللقاء.